فقال لهم خلوا القضية مسألة علي وأنا براجع لكم إن شاء الله. هاي كلامه من كلام السحر. فطبعا هالكلام شو عرفت؟ أنا عرفت إن أشخاص شيعة قالوا يعني عن الشخص للسحر دي، قال لهم إن أنا براجع. فيا أنا بداية قعد معاي قال والله مع الفريق المدرسة اللي تقرب مني أكثر، والله أنا كنت صديق أبوه، أبوه كان يزورنا البيت، أبوه كان ريال طيب، أبوه كيت وكيت، وأنا فعلا كنت أشوف أبوه يروح بيتهم يعني، كان يزور أبوه، أبوه صايب، أبوه سحر، أبوه كان صديق الوالد. كان يقول لي يعني أبوه كان كيت، أبوه ريال طيب وكيت، بالمعنى حتى يستلطف استلطفني ويقربني معه. مع مرور الزمن في الفترة هذه كان يقول لي، كنا قاعدين في محل عند صديق عنده كتب، في القرآن عندك كتب، كتب بشكل عام يعني كثقافية. فكان هذا الشخص يتم معي 9:30 بالليل أو 10 حتى يرحل هالشخص اللي من المحل. فأتذكر سوى لي يعني حركة يعني رحل الكتب وفتح القرآن، القرآن كان معي يعني القرآن كان موجود، فتح القرآن سوى حركة فخلاني أنا يتهيأ لي أو الشيء صار علي فهمني ان قال هاي آية دي بتكون لك خير ان شاء الله وراح تسمعها اكثر من مره في هذه الليله. وانا خليت الامور عاديه يعني ما اهتميت بالامر دي. خليت الامر عادي. اول ما طلعت من المحل ركبت السياره طقيت شغلت السياره. طبعا انا معروف علي والحمد لله شغل علي ذات القران الكريم. اول ما فتحت السياره نفس الايه اللي قالها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الايه بالضبط. استغربت ذكرت كلام قبل لي يروح البيت هو في الدرب رحت له قلت يا فلان ترى الكلام طلع صحيح يقول ما قلت لك انا ما قلت لك على كلامي يقول لي بعد بتشوف الليله بعد بتشوف ان شاء الله بتسمع وباذن الله انت صاحب حق ترجع بمعنى كل شيء انت يعني لك مشكله ان شاء الله بتنحل ان شاء الله بترجع عمرك اعتدل. انا ما فاهم شنو يقصد بالضبط عبد الله، قد يكون عندي مشاكل عائليه، قد يكون عندي مشاكل شيء بشكل عام، ما قد ادري شنو يقصد بالضبط. المهم رحت البيت. رحت البيت شغلت التلفزيون على قناة السعودية. القرآن الكريم نفس الآية، أول ما شغلت نفس الآية بالضبط، أنا كنت تذكرت. شو صار يا جماعة؟ سوى فيني؟ هاي مجرد صدف يعني. المهم خالد خالد بطلت القران كان محطوط عندي بطلته نفس دي نفس بطلته نفس الايه نفس السور نفس الايه قدامي طلعت يا بابا نفس الايه هني انا بالليل ما رقدت مو خوف ولكن محتار كيف هذا الشخص خلاني على الحال طلع هالشيء كله كلامه صح شنو صار بعد الريان؟ أنا عارف إنه هي عنده سحر. هذا الشخص عنده سحر يعني يسوي سحر عنده أشياء يسويها. بعدين تذكرت إنك كنت أقرأ في بعض الكتب إن عملية السحر تكون على المغناطيس حركة يسوون مع النجوم شيء من القبيل. فتأكدت إن هذا كان إيش؟ يبي يسحرني كان الليلة أو هالليلة. أخذت الأمر عادي. رجعت الحمد لله تعودت كويس رجعت. ثلاث افطار ومعبودات كشغل كذا. اقول يوم الثاني يسال عني. اول ما شافني قال لي ها علي بشر وش شفت؟ كلام طيب والله شنو شفت؟ قال الكلام اللي قلت لك والله صراحه كيف صادمني؟ قال ما قلت لك انت الله يحبك الله تتغير حالتك. يا في شيء هاي في شيء. هاي حاطه بباله. بعد فتره كم يوم كذا يعني جاني شخص شيعي اعرف من منطقه من مؤلفه قلوبهم كان صديق الحالي صديق المدرسه وبشكل عام. قال لي ترى فلان بن فلان اللي هو الساحر ذي قايل لنا خبرنا ان علي براجع شيعي براجع شيعي وبيرجع شيعي وانا بطلت كتاب تنبهت ان فلان بيرجع شيعي. بطل كتاب، اي كتاب بطل هذه؟ وتذكرت انه يصير عنده كتب يروحون له عنده سوالف مع الجن يتعامل ومع النجوم هذا الريال
حسب ما عرف معلومات انه موعده انه برجعني شيء. تمام؟ تخيل لما برجعني بالدعوه مثلا، لا برجعني بالسحر. هذا عقيده الشيء يعني عندهم الامور بسيطه، وعندي كذا شخص متسنن سووا نفس العمليه، استعملوها مع نفس الشيء. بس انا الحمد لله انتبهت له. فايش اسوي؟ الحمد لله قرأ المعوذات قرأ القرآن ويختار، فما قدر عليه بالنظر. فواجهته في يوم من الايام الليل اول ما قعد معاي امام السنه والشيعه كنا قاعدين. وبينت اللي هو سواه، وبينت ان هذه من الشرك، بس استعمل القران حتى يوهم الناس، يوهمني انه هو رجل صالح. فالرجال كشف او عرف ان انا كشفته وكشفت امره للناس، ايش سوى؟ اختفى فتره ورجع مره ثانيه. قال حق الاشخاص ترى تحملوا منه، انا فتحت الكتاب ترى علي القضيبي رجل خبيث ولا نوايا خبيثه لا تقدر وياه. وبعدها كذلك جاني واحد من الشيعة من ملفين قلوبهم وقال لي نفس الكلام سبحان الله. قلت اشتكي عليه ارفع مثلا عليه قضيه وعندي شهود. فواحد قال له ما له داعي بعد يجيبون نحن وصلنا قضايا واحنا ما نبي يعني يصير نجيب هذا من انتقاشهم. المهم هذه من المواقف اللي انا بعد فتره كم يوم كذا يعني جاني شخص شيعي اعرفه من منطقه من مؤلفه قلوبهم، كان صديق الحي وصديق المدرسه وبشكل عام. قال لي ترى فلان بن فلان اللي هو الساحر ذي قايل لنا وخبرنا ان علي برجع شيعي برجع شيعي وبيرجع شيعي، وانا بطلت كتاب وتنبهت ان فلان بيرجع شيعي. بطل كتاب؟ اي كتاب بطل هذا؟ وتذكرت انه يصير عنده كتب يروحون له عنده سوالف مع الجن يتعامل ومع النجوم. هذا الرجال حسب ما عرف معلومات انه موعده انه برجعني شيء. تمام؟ تخيل لما برجعني بالدعوه مثلا، لا برجعني بالسحر. هذا عقيده الشيعة يعني عندهم الامور بسيطه، وعندي كذا شخص متسنن سووا نفس العمليه استعملوها مع نفس الشيء. بس انا الحمد لله انتبهت له. فايش اسوي؟ الحمد لله قرأ المعوذات قرأ القرآن ويختار، فما قدر عليه بالنظر. فواجهته في يوم من الايام الليل اول ما قعد معاي امام السنه والشيعه كنا قاعدين. وبينت اللي هو سواه، وبينت ان هذه من الشرك، بس استعمل القران حتى يوهم الناس، يوهمني انه هو رجل صالح. فالرجال كشف او عرف ان انا كشفته وكشفت امره للناس، ايش سوى؟ اختفى فتره ورجع مره ثانيه. قال حق الاشخاص ترى تحملوا منه، انا فتحت الكتاب ترى علي القضيبي رجل خبيث ولا نوايا خبيثه لا تقدر وياه. وبعدها كذلك جاني واحد من الشيعة من ملفين قلوبهم وقال لي نفس الكلام سبحان الله. قلت اشتكي عليه ارفع مثلا عليه قضيه وعندي شهود. فواحد قال له ما له داعي بعد يجيبون نحن وصلنا قضايا واحنا ما نبي يعني يصير نجيب هذا من انتقاشهم. المهم هذه من المواقف اللي انا كشفته وفضحته والحمد لله عرفوا بالمنطقه الساحر يسمونه الساحر اللعين اليوم منطقه الغضبيه. هذه من المواقف اللي صارت لي، مواقف كثيره يعني مضحكه فيها خرافات. اتذكر اخوي مات كانت مسيره طالع بمناسبه وفاته في نفس اليوم في منطقه المخالفه في المنامة. كنا شباب. هذا توني مسنن بعد، توني بدايه يعني. فقلت ايش سويت بعد ما صار اخوي توفى؟ بس وصل الين فتره الظلام المغرب يعني على طول تشوف شباب يعشون كل واحد يعشر فوق على القمر اكل اخوي اكل اخوي اللي بيجي باللي يقول يقول اكل اخوي يضربونه وانا بعد وياهم اكل اخوي اكل في القمر لا تشوف اخوي ولا شيء. يعني خرافات كثيره الشيعه. اتذكر يعني في كنت شيعي قبل كنت شيعي كنت في المرحله الاعداديه في مدرسه كنا متحولين من منطقه لمنطقه ورديت طبعا كنت رايح منطقه مدينه عيسى اسمها. كان في هناك منطقه من ما تلحق النساء فسمعنا انها طالعه معجزه ان سوره الزهره طالعه والخيول مال واقعة كربلاء بشكل عام يعني اهل البيت طالعين على ايش؟ على قماش اسود صورهم طالعه ويتحركون. فانا ك يعني شاب كنت صغير ما اقدر ادش بمطر مال النساء. فقلت حق خواتي تمتين شيعه بعد ما مو سنه كانوا شيعه انتم دشوا شوفوا دشوا الله شفنا زهره ولا زينه
ولا شفنا حصان ولا شفنا بس احنا اللهم نشوف ياجرون ويصيحوا لك سهرة ويلي ويلي سهرة واحنا بس احنا نطالع يقول ما شفنا شيء سبحان الله. يعني ما ادري القصص شو كيف هذه انا اكتشفت بعد ذلك انه هاي من التبشير اللي عندهم النصارى بين فتره وفتره يسوون حركه ومعجزه انه طلع العيسى وطلعت واحد طفل هاي رسول من العيسى شيء التبشير يسمونه التبشير. فهذا الشيء نفس الشيء بين فتره وفتره طلعوا لهم شيء حتى يبينون للناس ان عقيدتنا على حق واحنا ذي وهذه معجزاتنا وهي كراماتنا. فهي اتذكر يعني هو مواقف كثيره ولكن الحمد لله.